شخص معين ممثل صندوق قطاع الفيلم في تونس. الحفلة هي كتتويج لثمانية سنين شراكة ما بين صندوق قطاع التنمية وشبكة تونس لريادة الأعمال غيزو أنتربروندر. الشراكة هذه مكنت يعني تمويل أكثر من 200 مؤسسة، منهم مؤسسات ناشئة وشركات صغرى ومتوسطة. بالإضافة إلى ذلك تم خلق ما يقارب 1800 فرصة عمل. بالإضافة إلى ذلك أيضا ممكن نزيد الاتفاقية هذه والتعاون هذا مكن من تعزيز ودعم 6 مكاتب جهوية لشبكة تونس لريادة الأعمال في داخل الجمهورية، منهم مكتب جابس، صفاق، سيدي بوزيد، بنزرت، وسوسة. بالإضافة إلى ذلك يعني كل شاب يتحصل على تمويل في إطار التعاون هذا والشراكة هذه عنده أيضا معناها دعم وتكوين واستشارة يعني من طرف صاحب شركة اللي هو يعطي من وقته باش يساعد الشاب يطور الشركة بتاعه ويأخذ النصائح باش يزيد يقدم في مشروعه. بالنسبة للصندوق قطاع التنمية كما تعرفوا في تونس عنده أساسا مشاريع ريادة الأعمال وتمكين اقتصادي للشباب التونسي عن طريق ريادة الأعمال والتكنولوجيا. بالإضافة لذلك هدف أساسي هو خلق فرص عمل للشباب في المناطق الداخلية. عندنا تقريبا توجيه ل 70% من المشاريع تكون دائما في المناطق الداخلية وما يسمى بمناطق التنمية الجوية. بالإضافة لذلك عندنا أيضا مشاريع مع الدولة التونسية اللي هي مشاريع كبرى في أغلبية الوقت تكون يعني مستشفيات أو طرقات أو مساكن اجتماعية يصير تنسيق فيها مباشرة مع وزارة التنمية أو وزارة المالية. فهذا تقريبا يعني فكرة عن مشاريع الصندوق.